اهلا بكم في ساعتنا الثانيه من صباح الشروق، وتحيه لكل مشاهدينا في كل مكان. وقبل الفاصل تكلمنا عن الظاهره الفلكيه النادره الحدوث، كسوف الشمس الحلقي، وعدد كبير جدا من الناس كانوا متابعين للاخبار وكانوا حريصين جدا مع الالتزام بالضوابط والمناظير المخصصه لرؤيه هذه الظاهره، وطلعوا وشاهدوا هذه الظاهره. لكن عدد اخر من الناس ما طلعوا لمشاهده هذه الظاهره، والسبب واضح العيان، جائحة كورونا كانت سبب في انهم تمنعهم والتزامهم بالضوابط الاحترازية، وايضا ضوابط الحظر المنزلي خلتهم انهم ما يطلعوا ويشاهدوا هذه الظاهرة في المناطق القريبة، يعني مثلا زي البحر والساحات الكبيرة بتقدر من خلالها تكون رؤية الشمس واضحة. لكن في جزء طلع، يعني الكورونا ما بين التصديق ما بين التكذيب، ما بين انه هي جائحة موجودة فعليا، ما بين انه الناس للان ما مصدقة انه في جائحة او في مرض اسمه كورونا اجتاح كل العالم. خلونا في هذه المساحة نتحدث بصورة اقرب للنفسية او النفسية واقرب للاجتماعية مع دكتورة إسراء عز الدين شبيكة، أستاذة الصحة النفسية وعلم الاجتماع. نتكلم عن كورونا بين الوصمة وعدم التصديق. اهلا ومرحبا بك، الحمد لله على السلامه دكتوره إسراء. اهلا لينا وصباح الخير عليك، وسعيده جدا الليله انه انا شفتكم بعد غيبه. أسعد. اهلا يا حمزه، صباح الخير عليكم ومبسوطه بكم جدا طبعا، وصباح الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا عبر صباح الشروق وعلى كل البيوتات السودانيه، وان شاء الله ازمه وحتعدي ان شاء الله باذن الله تعالى. ده عنده كورونا يا جماعه، لمي وحاجات دب وامشي وما تجيه وبعمل وما تسلم عليه وما يطلع وما يزوركم. فين بدسوها؟ يعني سبحان الله، يعني المرض ده مرض تمام. صحيح. كورونا يعني غير من الامراض الثانيه على صح، هو فيروس ممكن ينتشر لكن في امراض ممكن تكون اخطر بالنسبه للانسان. ما في حاجه مرض لو انت اهتميت واحتنيت به وممكن تعالج نفسك وتمشي لبرا الامان. ليه نحن لسه عندنا المفهوم بتاعه الوصمه انه المرض عموما حتى لو كان لا قدر الله سرطان او غيره كورونا انه وصمه عار بالنسبه للشخص المريض؟ تفاصيل نفسيه كثير جدا مترتبه على الكلمه فقط. يعني حقيقه احنا خلينا يا حمزه اول حاجه، يعني اول بعد نتكلم عنه انه اصلا المرض طبعا طبيعته جديد. صحيح. وما في حد بيعرف كورونا او تفاصيله او كذا في كل انحاء العالم، فهو فاجأ الناس ايا كانت اسبابه وتفاصيل احنا ما معنيين بها. اي حاجه جديده بتشغل حيز بين التصديق والتكذيب وبين انك انت ذاتك تستوعبها، بتاخذ وقت ذاتك عشان انت تستوعب المرض نفسه او الفكره الجديده عموما في اي شيء، في التكنولوجيا، في الامراض، في واقع الانسان عموما، اي حاجه جديده بتاخذ لها فكره عامه كده وتاثيرات نفسيه واجتماعيه واقتصاديه وسياسيه، بتاخذ ابعاد كثيره. فده بياثر بكل تاكيد على اي انسان في الدنيا. البعد الثاني انه الكورونا فكرتها الاساسيه، يعني يمكن الناس بتتهم بعض او بتهم الانسان السوداني بين انه انتم مثلا الناس ما واعيين وناس بتفكروا بطريقه سلبيه، هي الفكره بسيطه بالمناسبه. الانسان السوداني ده من سمات شخصيته انه انسان حساس جدا، وتركيبته النفسيه انه هو انسان بسيط بتفاصيل مختلفه على حسب المجتمعات اللي الناس اتربت وقامت فيها. انا جاتني كورونا معناتها عادك، فانا بنفي عشان انا ما احس انه انا سببتها في عدوتك او في مشاكل بالنسبه لاي شخص، بالاضافه لانه انا حكون معزول من الدنيا ومن العالم ومن الناس. طبعا الموضوع فيه عدم وعي، والموضوع فيه لكن الناس ماخذاه بالفكره البسيطه دي كويس. يعني حتى في فيديوهات، في فيديو جميل انا لاقاني بتبكي بتقول انا والله امي ما ماتت بالكورونا، نحن ما بتجينا الكورونا، نحن ما بتجينا الكورونا، الكورونا بتيجي لاي زول. فالفكره الاساسيه في انه انت رفضك حتى من عقلك الباطن للحاجه وهي بتجح، يعني هو خلال الفيديو عاملاه من خارج السودان، وهي بتقح وبتقول لا انا احنا ما بتجينا الكورونا، هي اصلا اوريدي عادت من الشخص اللي كان عندها، يعني الفكره كانت كده ويتوفى. فالفكره ببساطه انه الناس خايفه من اتجاه من المرض. الفكره الثانيه تاثيراته النفسيه والاجتماعيه، في انك انت لو جاك او بقى عندك مفترض انه انت عندك بروتوكولات كثيره. أيوة. جديده وحاجات كثيره حتعملها الناس ما مستوعبه بيها. الجزء المختلف انه في ناس ما مصدقه خالص، مشكله في ناس ما مصدقه الى الان انه في حاجه اسمها مرض الكورونا في السودان، وانه الاعداد والوزير والدنيا القايمه وقاعده والبنادول اللي بقى حتى ما في الصيدليه. ده السياسه يقول لك بالضبط ليه، لانه نحن السبب الوحيد يمكن هو يمكن لانه ما جاتهم مثلا، يعني ما شرط، يعني ما شرط، لكن نحن عشنا حقبة زمنية
اتعودني انه عدم التصديق من المسؤولين، يعني ما في مسؤول بيطلع بيقدر يقول لك كلام. احنا لسه احنا جديدين على الموضوع ده، نحن جديدين على الموضوع ده، يعني احنا ما في وزير بيطلع، ما في زول بيحتذر عن خطا. لو حتى الناس طلعت قرار واخطات في حاجه، يجي مثلا وزير يحتذر لك، ولا مسؤول يحتذر لك، ولا يديك حقيقه، ولا يملكك معلومه. يعني احنا ما تعودنا على وضع زي ده، يعني احنا عمرنا كله بلازم تعمل الدار تعمله من غير ما ترجع، من غير ما تدي الشعب ده معلومه. فالفكره الاساسيه انه الكلام ده كله بالنسبه لهم جديد، يعني عشان الناس يستوعبوا ذاته محتاجه وقت. صحيح انه كل الناس اللي بتكلم لك عشان كل الناس يستوعبوا، اي في الناس المستوعبين وفاهمين وعارفين انه الوضع الزول اللي حيطلع وحيتكلم وهو مسؤول، هو مسؤول عن كل كلمه. نعم. في ناس جات الاعراض بشكل بسيط وحجرت نفسها في بيوتها، ما مشت. فدي الاعداد ما موجوده مع العدد اللي بيطلع الوزير وبيقوله، يعني معلش دي الاعداد اللي بتطلع اعداد اقل من بالضبط من الناس اللي ما بلغت ما تكلمت. لينا انا اسف لانه المحور ليك انت، بس كنت عايز اصير لحاجه في نفس النسق بتاع الحوار، انه في ناس جات اعراض او كده، يعني يمكن دكتوره اسراء انا ما اعرف هي صرحت الناس او لا، ممكن جات الاعراض بتاعت المرض وتعافت منها بشكل سلس، حجرت نفسها واخذت الاحترازات الوقائيه المعقوله المشروطه والمعروفه. احنا اول حاجه الف سلامه، ودي ما وصمه لدرجه ان هي الان موجوده معنا في حاله تعافي. أيوة. تماما. أيوة. فكيف نقدر نحول المنظور؟ يعني هل انا طبعا عندي ظرف، انا يعني كنت بمشي المستشفى بصوره يوميه اكثر من 3 شهور لظروف صحيه. فالحاجه دي اي اعراض انت بتحس بها عندها علاقه بعرض الكورونا، انا ما فحصتها، مجرد حسيت بالاعراض فانت بتكون قاعد تحجر نفسك طوال ابسط الناس او اقرب الناس ليك انت مفترض ما تصلهم. عندنا طبعا مشكله ثانيه، انه الناس في ناس من كثره الخوف بتجيها الاعراض، اللي هي حاجه اللي اسمها الاعراض النفسيه الجسميه. ايوه ابدا اقوم من الصباح بحس بحلق واجعني وبحس بحمى وبحس بفتور. ليه حصلت لك؟ يعني قالوا في صداع، انا بصحى من الصباح يا جماعه انا حاسه بالصداع. قالوا في وجع حلق، بصحى من الصباح حاسه بانه حلق واجعني. ايوه لكن انا ما جاتني اعراض نفسيه جسميه، انا حسيت باعراض يعني فعلا بتشبه الاعراض الموجوده واللي الناس متعارف عليها. عشان كده انا قعدت فتره وحجرت نفسي فتره بتاعت 14 يوم، انا ما كنت قاعده الاقي فيها اي زول، يا هو برجع بمشي مستشفياتي ذاته وبجي وبعمل كل التدابير استشرت طبيب، او يعني كان في خطاب بينك وبين الطبيب. ايوه انا ما اصلا متابعه مع دي مساحه ذاته، لانه يا دكتوره اسراء تكلمين عن مفاهيم عامه عن الكورونا، خاصه وانت مريتي بالتجربه وزي ما ذكرتي ظهرت لك الاعراض وحجيتي نفسك. أيوة. كيف تواصلتي مع الطبيب وكيف يعني قدرتي تحصلتي على نوع الدواء المعين؟ هو طبعا شوفي المفاهيم العامه، في فرق بين انك انت تتاكد من انه خلاص عندك، وفي فرق بين انك مشتبه. انت مشتبه. أيوة. فانت مشتبه دي بتعمل بتحجر نفسك في الفتره دي، بتاخذ الحاجات البسيطه، حسيت بصداع، حسيت بحمى، ممكن تاخذ الاسبرين، تاخذ البدردول، تاكل كويس، تشرب كويس الى اخره. اذا انت حابب تتاكد ممكن تعمل الفحص. انا شخصيا ما عملت الفحص، اخذت الفتره دي وبعد ذلك حسيت نفسي ان انا كويسه وواصلت حاجاتي عادي. لكن الاحساس الطبيعي فكره انه هي اصلا ما عندها علاج كويس، يمكن ده شيء بخوف ناس كثير، يعني ما عندها علاج وهي محتاجه انك تكون ايوه مقاومتك عاليه جدا وصحتك البدنيه وصحتك الغذائيه عاليه جدا. فانت الحاجات دي كلها عشان تعملها، اي خوف، اي قلق، اي نوع من انواع الاضطرابات النفسيه بتاثر عليه مفهوم المناعه عندك. اي افكار حتى بقول لك انه زول مثلا لو جاته ما يبدا يفتش المعلومات ويقلب ويشوف ويتابع عدد الوفيات. أيوة طبعا. أيوة. دي اول حاجه الناس بتعملها، بتبدا تتابع عدد الوفيات، لان احنا في النهايه ناس مسلمين قضاء والقدر. ايوه الزول اللي بيتوفى بكورونا او بذبحه او هنايم او في صلاته، دي يومه، دي يومه، دي اسباب، دي كلها اسباب، ما في شخص يتوفى قبل يومه اصلا. فالايمان بالقضاء والقدر في الموضوع ده تحديدا احنا محتاجين له بقوه. الفكرة الثانية انه انا بخاف من فكرة المرض نفسها. طبعا الناس اللي بتخاف من فكرة المرض نفسها حاليا عاملين تدابير بشكل جنوني. هوس. هوس بجد، يعني انا اكثر من كميات من التليفونات، يا دكتور اسراء احنا والله العظيم عندنا ما بعرف شنو الزول الفلاني، يعني زول حتى الحمام عشان يستخدمه الناس وما يقدر يستخدمه. يعني الناس تصل مرحلة زي دي، مع العلم انه انت اي حاجة ممكن تستخدمها بمحاذير. الخوف المرضي من المرض نفسه
او من فكره المرض نفسه بيؤدي الى نوع من انواع الاكتئاب، وبيؤدي الى نوع من انواع اضطرابات الشخصيه في التعامل حتى مع الاخر داخل البيت. ممكن تكون في بيناتنا مساحه، ممكن تكون في تعقيم، ممكن يكون في غسيل ايدي، الكلام ده كله انا ما مقتنع به، ولانه انا اصلا مسيطر عليه فكره انه انا ممكن امرض وانا ما عندي استعداد نفسي لموضوع زي ده يعني. فنحن يعني يمكن باخدين الحاجات كده سريعه لعجاله، لكن الافكار اللي عندها علاقه باي نوع من انواع القلق والتوتر زي ما قلنا هي خصما علينا. طيب انا بس كنت اشير لحاجه قبل ما نجي للتفاصيل الثانيه الايجابيه والسلبيه خاصه فتره الحظر. يعني كان قبل ما يتم الاغلاق الكلي بالنسبه للمدن وولايات السودان المختلفه، فبدايه الهوس ده كان في هوس كبير جدا. انا بشاهد في الطريق واحد لابس الكيس في راسه والقفازات والهناي وماشي، يعني هو ماشي الناس بتسال كورونا جاد عندنا كورونا جاد. عايز اسالك يعني طيله الفتره بتاعت الثلاث شهور بتاعت الحظر المنزلي اكيد علمنا منها الكثير تفاصيل سلبيه ايجابيه كانت حاصه، شنو الممكن نطلع به من بعد كورونا؟ السلبي ده سلبي لكن الايجابي ده ممكن يأهلنا ثاني لاداره ازمه اخرى ممكن تاتي لا قدر الله يعني. يمكن انا مع رشا في غرفه كورونا كنت بدخل بالتليفون كثير، فانا يعني احنا تكلمنا عبر شاشه الشروق عن انه انت ذاتك الحظر ذاتك عشان انت تعمل ما بعده، انت محتاج تعمل فيه شنو؟ يعني معلش الناس مقضيه الحظر في الاغلب اكل وشرب ونوم ولعب وليدو وواتس وفيس وكل وسائل ايوه، وهي طبعا خاص لانه يعني هسه احنا لو رجعنا لشركه زين وشفنا الناس باستخداماتها حنلقى استهلاك خرافي، استهلاك عالي جدا للانترنت ايوه خرافي. بعدين براها نحن نقول كل الشركات الاتصالات أيوة. يعني ايوه بالضبط كل الشركات يعني عموما كل الشركات الموجوده اذا احنا رجعناها حنلقى الاستهلاك يمكن يكون زاد 5-6 اضعاف صحيح. يعني ليه؟ لانه الناس بقت كل ما في حاجة مستوى الرفاهيه وكل تفكيره في انه والله يا لينا في حاجات كثيره ممكن تتعمل كثير. ما انا بتكلم عن الناس ايوه، لكن الناس كل تفاصيلها مع تليفونها والانترنت المشكله يا دكتوره وخلي التباعد الاجتماعي، الناس اللي فاكره يروح قاعده على الاخبار الشائعه والدجاجات ودمات وده عنده كورونا ذاته سببت هوس ومشاكل نفسيه وسلبيه كبيره جدا للناس حقيقي. يمكن هسه الوضع شويه بقى اقل وحتى المتابعه بقت اقل شويه ما زي الفكره الاولى، لكن خلينا نقول هو ذاته خصما يعني يمكن يكون ده موضوع ثاني، لكن استخدام الميديا بالشكل ده خصما عليك، خصما على صحتك النفسيه سواء انت بتتابع في مواضيع اللي عندها علاقه بالامراض دي ولا عندها علاقه بحاجات ثانيه في فتره زمنيه طويله يعني. ده في حاله باعتبار انه كورونا كوباء في حاله الاوبئه. خلينا برضو نضيف المحور ده سريعا، انه الانسان كيف ممكن يستغل فترة الحظر والتباعد الاجتماعي ايجابيا في المنزل زي ما ذكر حمزة. ايوه هو حمزة خليل قال ما بعد الكورونا. يعني ما بعد ولا اثناء؟ بعد الكورونا اثناء وبعد. بعدك ما بعد اثناء اثناء الكورونا يعني واحدة من الحاجات المهمة جدا، احنا بنتكلم عن استخدام الميديا، الميديا دي خلقت التباعد الاجتماعي بالمناسبة، لأنه على قول أمي تقول لك كل زول ماسك وقاعد تليفونه يشخط فيه. فكل زول ماسك تليفونه فعلا يعني دي واحدة من الحاجات اللي ممكن الناس في ناس تعرفت على ناس البيت كانت عكس. ايوه في ناس اللي تعرفت على ناس البيت وفي ناس اتخلقت ليها زمن ووقت وبقت تعمل حاجات جوا البيت. انا ما اعرف حمزه ده قاعد يعمل حاجه، لكن اغلبيه الشباب بيبقوا يعملوا حاجات جوا البيت. انا جاهز غايته، لكن جاهز شنو بعد ذاك السنه؟ فيمكن تكون في حاجات كثيره جدا زي ما قلنا احنا، حتى الجو الاسري احنا بنفتقده. احنا ياما يمكن تكون عشرات الحلقات بدأنا نتكلم عن المشكلات الاجتماعيه ومشكلات الزواج والابناء والى اخره، وكان العنصر الثابت في كل المشكلات الموجوده على وجه الارض هو الانسان نفسه وتركيبته النفسيه والحياه الاسريه والى اخره. وحاليا جاتنا من السما في انه انت تكون موجود على اساس انه انت تقدر تقدم الدور الطبيعي حقك في الاسره اللي بيكون ما خصما عليه تربيتك وحياتك والمشكلات اللي ممكن تتسبب بتفاصيل مختلفه. صحيح. يعني في ناس كثير استفادت من الحظر المنزلي، في اللي اطلع على كتب، في اللي دخل دورات عن طريق الانترنت، في اللي دخل المطبخ، في اللي تعلم، في اللي دخل المطبخ، في اللي غسل العده لازمني ولا قصدك على العموم واللي غسل العده وغيره. طيب انت قبل ذكرت نقطه مهمه جدا انه قلتي في الخوف المرضي، الخوف النفسي المرضي من المرض نفسه بيخليك انك في حاله هاجس طوال، انك داير حتى الحمام اللي بيستخدمه الناس قدام تدخل وداير تعقم يدينك في كل لحظه وكده. في خوف من نوع ثاني، الخوف في اثناء الحظر المنزلي من الجوع. نلقى انه اغلب الناس طلعت للشارع والمناطق التسوق مزدحمه، مناطق المواد التموينيه مزدحمه، الدكاكين فيها زحمه ما عاديه، خوفا من الجوع.
خليني يا دكتوره نتكلم عن الضغوط النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. الاقتصاديه دي طلعت 10 خطوط على راحتك نحط تحتها في جائحه كورونا. زي ما قلتي، هو شوفي، هو الازدحام ده انا قاعده اقول عدم وعي، عدم وعي من صاحب المؤسسه اللي هو مثلا سوبر ماركت او وعدم وعي من المواطن نفسه. يعني في محلات بيقفلوا الباب عديله بدخلوا عدد معين، وبعد ما يطلع بدخلوا عدد معين. دي في البدايه كانت كده غايته. انا طولت جدا من موضوع الاسواق والحياه، ففي البدايه كانت كده. فكون الناس حتى في الدول البسيطه والدول اللي ممكن نقدر نقول عليها ممكن تكون يعني نسبه الوعي فيها ما خالص، الناس وصلت مرحله حتى قدام الافران بيعملوا مربعات، بيعملوا شكل، بيعملوا الناس تكون واقفه فيه وبعد اجتماعي. انا ما عندي مشكله انه انا اخذ حاجتي، انا لو وقفت اتلصقت هناك مع الزول او مشيت بعيد منه انا في النهايه حاخد حاجتي يعني. فانا زي ما قاعد اقول انه هو ده مشكله بتاعت وعي اجتماعي، وده اللي احنا بنتكلم عنه بين مصدق وبين مكذب وبين راضي وبين رافض وبين متاكد وبين ما مقتنع والى اخره. المشاكل الاقتصاديه، طبعا المشاكل الاقتصاديه نوعين. في النوع الثاني اللي انت يمكن يا لينا ما ذكرتيه ولكن اكيد في بالك، الناس اللي عندها ظروف انه بتطلع قوت يومي قوت اليوم باليوم، وده يمكن كانوا بيشكلوا كل هم الشعب السوداني. صحيح. لانه نحن معروف عننا انه نحن ناس دائما متعاضدين، ونحن ناس دائما يعني متكاتفين ودائما بيشيلهم بعض. ويمكن حتى وسائل التواصل الاجتماعي دي كلها كانت بتتكلم عن الفئه دي. ويمكن كانت في مبادرات كثيره سواء من الحكومه او سواء من ايوه لجان الاحياء، المنظمات، من الافراد، في الجيران، في الحي، في يعني في ناس كثير جدا قدمت مبادرات، لكن طبعا بكل تاكيد ما كافيه، وبكل تاكيد ما اتصل كل الناس، لانه في ناس يعني ساكنين بعيد جدا في اطراف العاصمه. صحيح. فبيجوا بمواصلات عشان يوصلوا، عشان يشتغلوا، عشان ياكلوا، عشان يشربوا. يمكن تكون دي واحده من الامتحانات الصعبه جدا، وكان حسب الظروف الاقتصاديه في السودان وحسب الظروف اللي احنا مارين بها انه صعب الناس دي تاخذ حقها الطبيعي في الحياه. فما عندنا حاجه غير انه احنا قاعدين نتكلم وقاعدين نناشد وقاعدين نشوف في اذا كانت ممكن تكون في حلول. يعني لانه لاحظ الزول ممكن يكون ساكن في اقصى ام درمانات منا، وانت ماشي خلاص طالعه من البلد عشان يجي العاصمه، بيجي بيقوم قبل الصبح بيجي مثلا بمواصلات عشان يشتغل مثلا في السوق العربي، ولا تشتغل في بيت، ولا ممكن تكون عامله في منزل. تخيلي زولة زي دي هسه حاليا ممكن تكون لها اكثر من 3 شهور ممكن تكون قاعده في حالات زي كده بالالاف. يعني ناس يعني عانوا ما عانوا والله. صحيح. في معظم الدول هي استخدمت التفاصيل الضمانات الاجتماعيه اللي كذا قدموا للاسر الحاجه المساعده، لكن عموما صوت حال المتعففين الان بيقول ان احنا ابتلنا الجوع. صحيح. منبوط بكورونا. لكن لو مشينا لجانب ثاني برضه ناخذ الجانب المشرق واللي بيكون شويه كذا عمل ضجه عند بعض الاسر، كالرجال ما متعودين اصلا على حبسه البيت ولا قعده البيت ولا على التفاصيل الكثيره بتاعت الاطفال اللي هم معك 24 ساعه، فده خلق لنا نوع من الخلافات اللي بتكون اسريه، خاصه ان احنا مرات مع انشغالات الدنيا والضغوطات اللي بتكون كثيره علينا خلقت نوع كده من التفاصيل النفسيه. فكيف ممكن ندير الخلافات بتاعتنا؟ المشاكل زمان بتكون في اربع حيطان، تكون بين اربع حيطان، تكون بين اربع حيطان، لكن هسه اتسعت انه البيت كله موجود، يعني امك، ابوك، اخوانك، اولادك او كده. فاداره الخلاف كيف بتكون بتتم بصوره سلميه؟ ايوه، في وسائل كثيره كانت بتتكتب ويمكن يكون فيها كاريكاتير انه يعني النسوان بيطلبوا الصبر، بيطلبوا الثبات، بيطلبوا الى اخره من وجود الرجال في المنزل، وكانت عالميه بالمناسبه عشان ما في زول يقول كان على مستوى العالم يعني. وحتى يمكن تكون في الصين في دراسه اتعملت انه زادت مستوى معدل مستوى الطلاق. كويس. حاليا انا ما اقدر اقول لك انه في دراسه قاعده تتعمل هسه حاليا، انا حاليا عامله بس الاستطلاعات. صدق يا حمزه لقيني انه الناس ديل في بدايه حياتهم كان بيعانوا من المشاكل دي، لانه بدات المشاكل تتفتح والمواضيع تتفتح. ما انت قاعد ليه؟ يلا انا الخط ده كله انا حابدا اتكلم فيهم. بين المسؤوليات اللي في البيت، بين انه اصلا ممكن الناس تكون شويه عندها ضغط زواجي بتاع مشاكل، مخزون استراتيجي رهيب كده ده ما كانت قادره تتكلم فيه. حلوه، مخزون استراتيجي. ايوه. فالموضوع بقى بعد ذاك شويه الناس قعدت مع بعض وبدات تتكلم. ما في مهرب، وين ما في طريقه خلاص يعني اخر الدكان ده اذا كان فاتح يعني، فما في حل. لكن بعد الزمن، بعد شهر شهرين حاليا لحد هسه صدقني انه الناس بدات بالذات الرجال يعني استوعبوا الجو بتاع الاسره. يعني هسه احنا عندنا كم و30 حاله، كم و30 حاله دي لحد هسه يمكن اي زول يقول لك لا، لكن ده لبحث.
انه انت لما بعد ما قعدت شهر شهرين بدي يحس بحلاوه الموضوع. يعني في وحده وفي جزء من الافادات بتقول انه احنا خايفين لو الناس نزلوا شغل احنا ما نقدر ننزل. حلاوه معلش حلاوه الموضوع ده، هل ده ثاني برجعني انه الواحد يعمل اعاده ترتيب اولويات طريقه الاختيار بالنسبه للزوجه؟ احنا مرات غطي قدح كده، فالموضوع ده بيكون متسع هو طبعا يعني في كل الاحوال. بدون كورونا بدون كورونا لازم تفكير. حمص ده رساله شنو؟ انا ما قادر افهم. لا انا بشوف الخلافات الكبيره. ما في خلافات كبيره والناس قالوا خلاص في دراسات. الناس بدات تستغرب بجد في البيوت. يمكن احنا ما انا شخصيا ما من الناس ديل لانه انا زوجي شغال يعني واصلا ما كان قاعد في البيت، لكن في عدد كبير جدا بجد من الاسر السودانيه الان اصبح وجود الزوجه في البيت شيء جميل وشيء مطلوب. انا ما بقول ما في مشاكل، ما بقول ما في اختلاف، لكن في تقبل. نعم. وبدا يحس بتفاصيل هو اصلا ما كان حاسها. لكن خلينا نشوف بعد ذاك، بعد اطلع من هنا نشوف ندي الاستبيان لناس الشروق هنا ونشوف الدنيا عامله شنو معاهم. يعني الجميل الجميل، خلينا برضو نذكر الحاجات الجميله الجميله. كورونا هدف التباعد الاجتماعي، لكن خلونا نتفق انه هي كان في قرب اجتماعي منزلي حقيقي. يعني الناس كانت قاعده في البيت، ما نظلم البقيه. هي الناس كانت قاعده في البيت، الاخوان اللي ما بتلاقوا بسبب ظروف الحياه والمشاغل، يعني ناس كثير كانت بتطلع من الصباح للمساء بسبب الشغل. الاب ما بلاقي اولاده، الام برضه بتقوم من شغله، يعني التباعد الاجتماعي اللي حصل كان في قرب منزلي كبير جدا. برضه بالاضافه لاهم نقطه، اهم نقطه اللي هي المسؤوليه الكبيره للزوجه داخل المنزل. يعني الزوجه كانت بتقوم بالدور التربوي، طبعا هسه يمكن احنا مدارسنا مقفله بعمليه التعليم، اذا مرت عمليه الممارضه ايوه في البيت، بالاضافه للالتزامات بتاعه البيت من اكل وشراب ونظافه والى اخره يعني. فالان بقت في نوع من الشراكه في الموضوع ده صحيح. يعني الاب ايوه الاب بقى في نوع من الشراكه، بالاضافه لانه احنا بنتكلم عن طبعا ممكن تكون من هي صغيره لحد الناس ما زي ناس حمزه ديل كده. الصغار ديل بيقوا متعلقين بابون لانهم فاقدين شديد. ودي نقطة جميلة جدا يعني كويس. بقت زي الناس زي ما قلت قبل بدوا يتعارفوا عليه تفاصيل حاجات صغيرة كانت رايحة منه. يعني ما كانوا بيتلاقوا في سنة الغداء مثلا الفطور بسبب الشغل، حاليا بقوا قاعدين فترة طويلة جدا. قصة الصينية دي ايوه قصة الصينية دي انت عارفة يا لينا انه قعدة البيت دي مكلفة غذائيا جدا. ولو تم كمان قالت لك الاقتصادية خذي دي حتى 10 ايوه في فطور وفي غداء وفي شاي وفي قهوة وفي عصير وفي يعني الى اخره. يعني الناس حتى لو كسرة بموية الناس قاعد العدد ذاته أيوة الكبير أيوة وجودك يعني في البيت زمان وانت باش ممكن يوم كله تكون ما اكلت حاجه او اكلت حاجه على الماشي او انت في الشغل اكلت اي حاجه. فدي برضه جزء يعني مهم جدا كان جامع الناس باحساسهم وبمشاعرهم وبتفاصيلهم. يمكن في ناس تقول لي ان الموضوع ده بيختلف شويه كده، احنا ما بنقول الحياه دي اصلا فيها المشاكل وفيها الاختلافات، لكن احنا بنقول انه رغم الكلام ده الان بقى في تودد اجتماعي، في 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 احساس الاسره، في اللمه، في الاستقرار النفسي الى اخره. في التكافل يعني، يعني المسؤوليه بتاعت البيت نفسها بشيلوها مع بعض كلهم. ايوه ايوه غيتوا انا الايام اللي كان قاعده في البيت، فهو لما يدخل المطبخ ولا شو يعملوا معي، فهو كان بيكتشف اهم حاجه وانا هم بالنسبه لي من الشغل انه المواضيع دي صعبه. صعبه، في ناس مسحت العده، في ناس أيوة طبخت أيوة ساعدت أيوة زوجاتها، في ناس مسحت لان العده دي كانت خاصه للحظر بعدهم. يعني في ناس يعني الزوج تلقيه هنا والزوجه بعيده او العكس. لكن يعني الناس ما تتعود شديد كذا عشان الموضوع ده يعني. يا دكتوره احنا تكلمنا عن ما بين الوصمه والتصديق، وانا اجزم تماما انه اكثر من 90% من الشعب السوداني اجمع اني اعرف انه في مرض او وباء اسمه كورونا، لكن كيفيه التعامل معه والتصديق ده ما عارف. دي حاجه كده في الانسان، غريزه عند الانسان السوداني او كده. لكن السؤال يعني عنده الدكتور كل ما يجي يقول لي كورونا دي ما مشت كانه كورونا دي زول يعني. فعايز اسال يعني الاطفال هم الان متواجدين في المنازل، خاصه في ممتحنين لامتحانات شهاده الاساس وامتحانات الشهاده السودانيه. فاحنا كيف برضه في الجزء الايجابي يعني الحياه ما تكون كلها له لعب في الـ في الـ في الاجهزه او كده، برضه نديهم متسع من الوقت في مكان هادي مع اكتظاظ البيت في فترة الحجر يعني. أول حاجة بالنسبة لموضوع الكورونا نفسه إنه بالنسبة للأطفال في كانت فيديوهات بتاعة توعية بالنسبة لفكرة المرض وتفاصيله إلى آخره. حتى السؤال بتاع إنه إحنا حنفضل كده لحد بتل، لأنه يمكن الأطفال متضجرين جدا من مسألة هم خلصوا العام الدراسي وكانوا منتظرين الإجازة بفرغ الصبر، لأنه إحنا في العام الدراسي هنا شوية الظروف ضاغطة ما قاعدين نقدر نمرق. عشان يطلعوا ولا عشان يسافر ولا عشان الى اخره.
فيتحرم من الحاجه دي، فهو من حقه انه يتملك المعلومات. فكان يعني في فيديوهات تعريفيه وتوعويه بالنسبه للاطفال بتبدا من عمر سنتين موجوده في النت اللي احنا ماسكينه 24 ساعه وقاعدين فيه ده. بالنسبه للجزء الثاني من سؤالك انه ممتحنين والناس اللي ممكن تكون نازله، اول شيء احنا نسال الله انه يوفقهم. نحن زي ما قلنا في بروتوكول، يعني المفترض انه الناس تبدا تطبقه، تعمل حاجاتها بنفس الطريقه. هي الحاجه دي عندها علاقه بالام والابو في البيت، مدى التوعيه بتاعت الام والابو في البيت هم البي. يعني انا بعرف انه الناس حاليا قاعدين يقروا اولادهم في البيت، يعني في من الحاجات اللي كانت كويسه في وجود الاباء في البيت انه اللي عنده ممتحن بيراجع معاه مره، اللي عنده زول عنده مشكله مثلا بتاعت عربي بتاعت كده بيراجعوا معاه مره، بيحاولوا انه يعالجوا بعض المشكلات الاصلا موجوده اكاديميا الى اخره. ناس رسمت وناس لونوا وناس عملت لوحات في الى اخره، يعني كان في تفاعل اجتماعي داخل الاسره في التفاصيل اللي الناس كانت محتاجه ليها. انا عندي ولدي عنده مثلا مشكله في اللغه العربيه، انا كأم ما اهتميت لوجود انه ابوه ده انا في الفتره دي اخليه مثلا يقريه، ولانه مثلا العربي بتاعه ممتاز، اكيد الطفل ما حيقول لي بابا قريه اكيد، يعني ممكن هاي لكن برضه ممكن لا. فالوعي بتاع الام والاب هو الاساس في التعرف على مشكله او جائحه كورونا بتفاصيل المختلفه بابعادها النفسيه والاجتماعيه بالنسبه للاطفال، كيفيه قضاء الوقت داخل البيت مع الام والاب، معالجه بعض المشكلات. يعني عندنا مثلا واحده من المشكلات اللي ممكن تكون كانت في الاسره التبول اللا يرضعي بعض الاطفال. التبول اللا يرضعي ده عنده سيستم، يعني عنده طريقه معينه عشان الطفل يخلي شكل انه مثلا ما يشرب، بنحتاج انه قبل النوم بفتره اللي هم يراقبوه فيها، ايوه يراقب معاها، يصحى معاها مثلا بعد الطفل ينوم بساعتين، يدخلوا الحمام الليل عليه والليل عليها، ايوه يساعدوه يتخلص من الحاجه دي، زي ده حيتخلصوا من المشكله تماما. وبعض المشاكل السلوكيه الكثيره جدا يعني اللي محتاجه زي ما بقولوا زول يعني يشد من ازرك ويقف معاكي على اساس انه يقدر يعمل لك حاجه عشان المشكله تخلص وتنتهي. يعني للاسف يا دكتوره، جائحه كورونا حتى الان موجوده، جائحه كورونا مستمره. سريعا وختاما، لاغلب الناس اللي حاليا ما ملتزمه بالحظر المنزلي، اللي متواجده في كل مكان، ستات الشاي موجودين، كثير من الناس طلعت لظروف او بدون ظروف، كبسولات سريعه كده للتاقلم على جائحه كورونا اضافه احنا محتاجين اول كبسوله نقول انه احنا ما محتاجين نتعامل مع الموضوع بمشاعرنا، نحن محتاجين نتعامل مع الموضوع بتفكيرنا. اذا كانت كل دول العالم حتى العالم المتقدم اتضررت من هذه الجائحه، فاحنا يعني بالنسبه لهم ممكن نكون اكثر ضرر واكثر خطوره. كويس، الكبسوله الثانيه بقول انه انت ما محتاج تشوف شخص قريب منك جاته، ولا محتاج شخص قريب منك يتوفى بها عشان انت تصدق وعشان انت تكون يعني جزء اصيل من المساله نفسها. يعني فمهم جدا احنا نستوعب الموضوع بعقولنا. الجزء المهم انه مساله العدديه والعدد الوفيات والقرارات اللي بتطلع كل يوم او الاخبار اللي بتطلع كل يوم من المسؤولين، ايا كانت الناس مفترض انها ما تفزع، ما مفترض انها تعاين الموضوع بالعين بتاع الخوف والقلق، لانه ده خصما على صحتهم، خصما على فكره مقاومتهم حتى للمرض. يعني بنتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، لكل الناس اللي جاتهم. وهي يعني يمكن جبال حمزه قال جمله بس انه في امراض كثيره جدا في العالم اخطر منها، وحاليا موجوده عندنا بالسودان وبنسب مرتفعه اكثر من نسبه الكورونا، انواع السرطانات، الملاريا الى اخره. يعني نعم. فنحن لازم نتعامل مع الموضوع بوعي. اي زول فينا عنده دور، صحيح، دور في التوعيه ودور في انه هو يكون جزء اصيل من الاسره، لانه ممكن البيت كله يكون صحيح منتبه وفاهم، يجي واحد من ناس البيت ده طوال يجي حوار يمشي يجيب الحاجه دي لحد الناس بالضبط كده. فنحن محتاجين نتعامل مع الموضوع بوعي، ما نقلق ما نخاف، كله مكتوب باذن الله. الحاجه المهمه في الموضوع انه نحن ما لازم نكون خصما على اسرتنا. احنا مقدرين جدا للحديث بقية ان شاء الله، سواء كان في تفاصيل كورونا او ما بعد كورونا وفيما يخص
علم النفس اجمع وحياة الانسان. مقدرين جدا دكتور اسراء عز الدين شبيك اختصاصي النفس على كل الاضاءات اللي قدمتها لينا عبر صباح الشروق. كتر خيرك. شكرا يا حمزه وكتر خيرك. شكرا يا لينا وشكرا لكل المستمعين. نتمنى نكون قدمنا حاجه بسيطه. الرياضه كيف عندكم في البيت هناك؟ والله حريص انك تمشي كده تطلع في السلم. اي يعني انا بس بقدر اعلق لكن انا حاليا لا لا هو واضح واضح صح هنتكلم في الموضوع ده اكيد. لكن برضه احنا واهم رياضه احنا ممكن نقدر يعني عشان الناس ما تفهم الموضوع غلط المشي. ايوه واليومين دي كمان ايام بتاعت خريف وبدا الجو يتحسن ويتصلح يعني بدا الناس لازم تمشي يعني تمشي ب ان شاء الله 10 دقائق. نعم ان شاء الله تلبي ساعه وغيره. أيوة. الرياضه مهمه جدا واحنا كمان في الصباح مهتمين جدا في صباح الشروق بالرياضه والمساحات الرياضيه. نشاهد سانشو الساحر الانجليزي في الملاعب الالمانيه. خطير. نشاهد.